عينك كريم تحس ولا اليوم يحكي بحالك والله فما حاجة. أنا قريب الكريم ويعرف هو صاحبي. فما حاجة فما فينومين في كريم العواضي ما فهمتوش. جوارات مشيت من النادي الافريقي للترجي وجوارات جات من الترجي للنادي الافريقي. الحقيقة ما حتى نسميه خالد المولي هو تحرم بشيراني مع خاطر الجمهور الافريقي. اي معناها الجمهور النادي الافريقي يرفض الحالات هذه. مع ذلك الوحيد في تاريخ الكرة التونسية هو كريم العواضي. مش الجمعيات الكبار الأربعة باحترام كبير التوى نسلوا حتى كي نقعدوا في قهوة ولا في حاجة كريم عطينا حتى جمعيتك الأصلية يقول لك والله لا الكل راهو جمعياتي والجمعيات الكل اللي تعدى عليهم يحبهم رغم أنه بدأ بالنادي الإفريقي وطلعت وبعض بدك شي خاطر مش ولد جمعية ولد مقرين لا لا مقرين كلها كلوب نادي المقرين كلها كلوبستية حتى كي بديت النسنس في السيد أمين برك الله قال لي راه عنده حنين خاص للنادي الافريقي امين بركلا باش لعبت تفهم بطلي سهل ومعنك سهل وفي الاخر اسمعني عنده حنين قال لي باش نعطيك من الاخر عنده حنين للنادي الافريقي وكا وما زيدك شيء هذا كلامك انت خاف اسالك انت نعطيك موضوع راه نحن في راه مش عيب باش تكون نحب النادي الافريقي هذا ما عيب نحد جد مش عيب باش نقول نحب الترجي ونحب الاتوال مش عيب راه فخر لي انا كي نعملك واي واحد في وضعيتي راه يتمنى باش يصير كيما انا كي ندخل انا كي نلقى قدر من عند العباد البرا كي سواء من الكلوبيستي ولا من التراجي ولا من الملعب التونسي من الاتوال من جمعيات الكل حق نتاع رب ذايا فخر خاطر نعرف اللي انا خدمت العباد وخدمت الكوره بقلب ورب مانيش رانا مانيش عبادك الكورجيه توب مي اعطيناها حقها الكوره واعطينا حق العباد اللي تتفرج لكن فضل النادي الافريقي كان خير منهم باعتبار اني البدايه نتاعك فضل النادي يحب تقول له انا كميس لا لا خل نفسلك كيما كان بديت في النادي في التراجي مش كل فضل التراجي نقول لك انا الفضل من شكون ديما الفضل من عند ربي سبحانه وتعالى انا الفضل باش بديت كاريري من حلق الود والكرب مش مقرين لا لا خل نفسلك انا بديت من مقرين جمعيتي لوب مقرين انا ديما عندها فضل ماك تعرف تعلمنا الكوره غادي وتعلمنا الباهي والخايب غادي انا فاضل خاطر الدنيا هذه تعطيك فرصه اعطتني فرصه مع مقرين نلعب ماتش اميكار كونتر حلق الود والكرم انتم ما ماك تعرفش معناها جوار من ليغ 3 والله ما جوار به انا جيت تخرج كلمه وقت حلق الود والكرم مشادها معناها واحد من عيمة طرابلسي عادل بالخير صحيح توك عادل حي وسالوا معناها هما اللي كان سببهم بعد جاتني الفرصه معناها انا في العمر هذاك يجيني الفرصه مش نلعب في اسم كبير كيما النادي الافريقي حلم اي جوار باش نلعب في النادي الافريقي صحيح سامحني ومن بعد جيك بشويه خاطر انا كي لعبت اعطيتها حقها واعطيت الجمعيات الاخرين حقهم هذايا الحمد لله يا انت كان فما طاش العماد باش يهزك خرجنا برشا الموضوع حتى الكلوب معنى فما باعتبار قلت عيمة الحكايات معنى انت مشيت للكلوب تدا يحب يقول له نموت على الكلوب هو طاشني خطر يقول له مسالش يا كريم كلهم مش المشكلة تقول هذا ماني خاف من خاف مسالش وانت جمعيت فيها يقول له الكلوب ونحبهم الكل خوي هو عنده فضل خطر هو يمكن لك تشف جمعية ترعى في الآ اكتشفني هو بشي خوني شكون هذا؟ عماد طرابلسي وقت اخذها من مقرين اخذها وليد التاي بوتشي واخذها محمود المعمر انا هي كانت البدايه والحمد لله يا ربي سلام انا يمكن خرجت بيك على الموضوع اللي في تونس كي تحب تنجح خمم في التيران وانسى ليزيكسترا تو ربي فاصل قصير بعد نرجع نكمل ونحكي على المنتخب مع شلون لا كويس برشا